بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. كتاب علوم الروح. فصل: الفرق بين الروح والنفس والقرين. الروح في الإسلام ماهية خالدة، هي موجودة قبل النزول في الأرحام وتبقى موجودة بعد الموت، سواء لإنسان أو أي مخلوق مكلف أو غيره غير مكلف من الكائنات الحية، حيث ينفخها أي الروح ملك اسمه الروح القدس المكلف بنفخ الروح، وهو عكس ملك الموت الذي ينتزع الروح وهو ضده، فلكل شيء ضد والله أعلم. يقول بعض العلماء يخلطون بينه وبين الروح الأمين، وهو أمين الوحي جبريل والله أعلم، هما مختلفان ولكل واحد منهما الأعمال الموكلة له والله أعلم. ينفخ الملك الروح القدس الروح في الجنين وهو في بطن أمه بعد 120 يوم من كونه علقة، ويكتب أجله وعمله وشقي أو سعيد في الدنيا أو الآخرة. كان الكفار يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح، فكان القرآن ينزل ويقول: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، والروح في جسد الإنسان أو الجني أو الملك أو الشيطان، وهناك مخلوقات بلا روح لها نفس تموت وجسد ينمو وتتألم وتتلذذ، لكنها لا تبعث يوم القيامة للحساب مثل الأشجار والأزهار وبعد الحشرات والمخلوقات. ومنها الصنف يطلق عليه الهويات بلا روح، الآلات البيولوجية. قد يقول البعض أنها تراهات وخيال علمي، لكنها حقيقة، وهذا أغلب الظن عندي. منها السيبورغ والهيمانويد والمستنسخون، منهم من يأكل ويشرب ويتكاثر ولهم نسيج لحمي ودماء، وتذوق الموت لأنها لها نفس تزهق، كل نفس ذائقة الموت، لكن ليس لها روح تبعث يوم الدين، وأعمالها تكتب في كتاب من أخرجها إلى الوجود بعد مشيئة الله تعالى، فالله خالق كل شيء. وقد يكون ملك الموت قال اسمه عزازي من هذا الصنف، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: إذا صعق من في السماوات والأرض وماتوا كلهم بإنسهم وجنهم ودوابهم والملائكة في السماوات وغيرهم من الكائنات الحية، يقول الله تعالى لملك الموت: من بقي؟ فيقول جبريل وميكائيل وإسرافيل، فيأمر الله تعالى أن يقبضهم، ثم يسأله بعد أن يفعل: من بقي يا ملك الموت؟ فيقول: ملك الموت لم يبق إلا أنت يا حي يا قيوم، فيقول الله تعالى له: مت ولا تبعث يوم القيامة والله أعلم. والروح في جسد المخلوق لا تموت بل تقبض، والنفس هي التي تموت، يقبضها قلنا ملك الموت والملائكة الموكلة الموكلون بالروح لأخذها إلى البرزخ في الغالب. لكن الناس يخلطون بين الروح الخالدة والنفس المنفوسة. قد يستطيع إنسان أو جان أن يخرج من جسده المادي بجسده الأثيري مثل السفر بالجسد النجمي في أبعاد موازية والرجوع إلى الجسد ثانية، لكن الروح لا تبرح الجسد، تحافظ على أعضائه، تعمل، يتنفس، وقلبه يخفق، وكل الأجهزة تشتغل. الروح كهرباء الجسد. وقد يعيش الكثير من الناس حالات خروج النفس من أجسادهم، لكنهم يظنون أنها مجرد أحلام، لأنها أحداث غالبا ما تقع عند النوم عادة. في بعض الأحيان يكون الإنسان كأنه يعيش في حلم في عالم آخر، ثم تنادي: بسم الله. نواصل في ذكر إشكال الحياة. 2. عربة الروح والنفس أي الجسد المادي. في هذا الطور الذي وصلت إليه الأرض، وهي كونها صارت مكتبة كونية
تحوي تنوعا هائلا من المخلوقات التي جيء بها من كل الأكوان، وحتى المخلوقات التي ظهرت فيها وتطورت فيها، كما يقال القرآن الكتاب المقروء والأرض الكتاب المنظور. يشاع أن الكواكب الأخرى ليس فيها كل هذا التنوع من الكائنات من معادن ونباتات وحيوانات ومخلوقات عاقلة وإلى آخره. فمثلا كوكب ليس فيه إلا الحياة المائية، وهناك كواكب ليس فيه إلا حياة الجرثومية، وآخر ليس فيه إلا حياة زواحف، وكواكب فيها ليس إلا حياة نباتية، وهكذا. والأرض فيه كل هذا التنوع جيء بها لأنها هي مكتبة كونية. مثلا في كوكبنا الأرض الرأسيات نجد أن الإنسان له وعي وإدراك، بينما القرد نزل في درجة البهيمية. وفي كوكب تعيش عليه الزواحف الرجل فيه من مدرك، له وعي يكون قائم وله دماغ متطور أصابع يمسك بها، وبينما الزواحف التي لم تتطور ما زالت تزحف على بطنها الحيواني، حيوانات كثعابين والتماسيح والسحالي. قال الله تعالى وخلقناكم أطوارا، وقال تعالى فسواه وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. التسوية، الاستقامة والمشي على هيئة الانتصاب بعد أن كان يمشي مكبا على وجهه ربما على أربعة أطراف، والله أعلم. ثالثا ماهية الحياة. الحياة هي المشاعر والاهتزازات المعنوية، وهي الارتباط بالمصدر الأول الخالق أي البارئ فاطر السماوات والأرض. والبارئ تعني المبرمج الذي برمج السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض أي مبرمج، برمج كل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الحي والميت، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه. ثم بعد ذلك الارتباط أي الأصل الذي خلقنا منه، الارتباط ارتباط بالأصل الروح، ثم بأصل المادة. مثلا كوكب فيه الحياة مائية، ترتكز الحياة فيه لهذه المخلوقات على النظر والتأمل والحركة واللعب. كوكب مائي ما ينتج عنها السعادة النشاط التفاؤل، وفي حالات المعنوية هذا في الحالات المعنوية العالية، وفي الحالات المعنوية المنخفضة قد يصاب هذا المخلوق بالملل واللامبالاة. ومثلا كوكب تتطور فيه الحياة الزواحف، ترتكز الحياة فيه على هذه المخلوقات على النجاح وتحديد الأهداف والتأقلم. كوكب ناري ما ينتج عنها في الحالات المعنوية العالية التفاؤل والإتقان للعمل، وفي الحالات المعنوية المنخفضة قد يصاب هذا المخلوق بالخوف والغضب. ومثلا كوكب فيه مخلوقات هوائية مثل الطيور والعصافير، نجد الشجاعة والإقدام. كوكب هوائي ما ينتج عنه في الحالات المعنوية المرتفعة الحب والصبر، وفي الحالات المعنوية المنخفضة قد يصاب هذا بالتعب النفسي والحزن الشديد، والله أعلم. رابعا الإنسان في عصرنا، لقد أصبح الإنسان العصري عبارة عن خليط من الجينات والمشاعر المختلفة، بعكس المخلوقات الأخرى المكلفة التي لها مشاعر محددة أو لا تشعر مطلقا. قال الله تعالى بل لا يشعرون. هذه الثروة من المشاعر الحسية ستمكن الإنسان من فهم كل الكائنات الأخرى ليقود الأرض ويكون عليها خليفة، وبالتالي الأرض قلب المجرة، وتقع على تقاطع كل الطرق والأسباب بالنسبة للكون. قال الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها. هذا هو سر في الإنسان البشري العصري ابن آدم، فكل من يحمل من مخلوقات جينات آدمية يحمل هذه الفسيفساء من الأسماء والمشاعر التي بها، يستطيع المختار من البشر أن يمكن للإسلام وإحلال السلام في الأرض ثم في السماوات وكل الأكوان قبل قيام الساعة.